يعني هل في حرج من وضع التماثيل في البيت؟ قلنا مذاهب العلماء في هذا الأمر عدة مذاهب، وإحنا اخترنا المذهب الأخراني إن لا ما نحطش التماثيل في البيت مطلقا، ومذهب يقول لا نحط طالما إن هي مش كاملة. بعض العلماء قال لا لو مش كاملة يبقى كأنها حاجة ممتهنة فخلاص نحطها ما فيهاش حاجة. المذهب الثالث بيقول إذا لم تتخذ للعبادة أو لمضاهات خلق الله يعني زي ربنا بخلق أنا أو حاجة يبقى تتخذها ولا شيء فيها كاملة أو لا. التصوير أنواع، نحت تماثيل من هذا محرم طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن التصوير وتعليق الصور ونصب التماثيل في البيوت ومختلف الأماكن كم خاض العلماء وكم فسروها بالظن وبما لم ينزل الله، واختلفوا فيما بينهم بشأن تحريمها من عدمه، فما هو القول الفصل في ذلك؟ إنه فقط قول خليفة الله الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني الذي ما بعثه الله إلا حكما ليفصل بين الفرق المختلفة فيما بينها. فتعالوا نستمع إلى هذه الفتوى الحق من صاحب علم الكتاب حول ذلك في اقتباس من بيان سطره الإمام بتاريخ 3 شوال لسنة 1430 للهجرة الموافق 23 سبتمبر لسنة 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تحريم التماثيل والتصاوير فقد سبقت فتوانا بالحق أنه ليس حراما فيها إلا ما كان صفورا وفجورا وفتنة للناظرين كمثال صورة النساء العاريات، فلا يجوز أن يزين بها حيطان جدرانه ولا تليق بمسلم، ولن تدخل الملائكة الطوافون البيوت التي فيها صورة امرأة عارية أو صورة لرجل يقبل امرأة أو ما شابه ذلك من صور الفسق والفجور، فهذا يدل على عدم تقوى صاحب البيت. أما صورة أهلك فاجعل صورة لأبيك في حائط جدرانك حتى إذا ما مات لا ينساه الناس ولا تنساه أنت، فما إن تنظر إليه أو ينظر إليه ضيوفك إلا وذكرتهم صورته المعلقة بالحائط به من بعد موته فيقولون الله يرحمه فيدعون له بالرحمة. وكذلك صورة لأمك في حجرات نسائك حتى إن ماتت فتذكركم بها كلما رأيتم الصورة فتدعو لها، أو يتذكرنها الزائرات والأقارب كلما زاروكم فينظرون إلى الصورة فتذكرهم بها فيدعون لها بالرحمة والغفران. فما خطبكم يا قوم؟ لا تفرقون بين الحلال والحرام وجعلتم الصور سواء في الحرمة وهما يختلفان، صور الفسق والفجور وصور الذكر الخالية من السفور والفجور، فما خطبكم لا تميزون بين الحلال والحرام؟ ومن أخطر الفتاوى على العالم أن يقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم ولا سلطان منير. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.